عشان ريكونستراكت الصوره بقى لازم نبقى عارفين كويس قوي ان السيجنال جاي لنا اللي هي سواء الاف اي دي او السبين ايكو او الحاجات اللي احنا شفناها دي كلها، المعلومه اللي فيها اكشوالي جايه لي من كل حته في المكان اللي انا بصوره، مش جايه لي من اكس لوكيشن معين واي لوكيشن معين في الصوره، لا ده جايه لي من الصوره كلها. فمعنى كده ان انا ما اقدرش ان انا اطلع منها سبيشال انفورميشن من غير ما اعمل حاجه زياده، لازم اكون عملت حاجه زياده عشان ابقى عارف السيجنال جاي لي منين بالظبط. الحاجه اللي بتعمل لنا او بتمكننا بمعنى صح ان احنا نعرف السيجنال جايه منين بتعتمد على وجود حاجه اسمها الجريدينت، ماجنتيك فيلد جريدينت. يعني مش بس بنحط البي زيرو اللي هو الماجنتيك فيلد اللي هو الاصلي بتاع الاكسترنال ماجنتيك فيلد الاصلي اللي هو الكبير اللي احنا بنجيب منه السيجنال دوت، لا احنا بنحط يعني كويل زياده بحيث ان هي تدينا ماجنتيك فيلد بيتغير بطريقه لينير مع المسافه، والمسافه دي ممكن تكون في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي وفي اتجاه الزي. اكشوالي بيبقى عندي ثلاث انواع من الجريدينتس بيبقوا موجودين، حاجه اسمها سلايس سيلكشن جريدينت بيبقى في اتجاه الزي، حاجه اسمها ريد اوت اوف فريكوانسي انكودنج جريدينت في اتجاه الاكس، حاجه اسمها فيز انكودنج جريدينت بيبقى موجود في اتجاه الواي. فدي بنسميها جي زي جي اكس جي واي. اوكي طبعا دي بتعتمد على الاورينتيشن بتاعي، ممكن سلايس سيلكشن جريدينت بتاعي ممكن اختاره في اتجاه الاكس ويبقى العكس في الحالات دي في الحاجات الثانيه، بس اتعرفت الناس ان هي في الاحوال المعتاده سلايس سيلكشن بيبقى في اتجاه الزي وده في اتجاه الاكس وده في اتجاه الواي. بس عامه في زي ما بقول في الجنرال كيس ممكن انها تكون مختلفه عن كده، بس عامه ثلاثه دايركشنز بيربنديكولار على بعض، وابقى عارف ان في عندي ثلاثه جريدينتس عموما هسميهم ايه بقى، دي مش مشكله حسب الاورينتيشن اللي انا بصور فيه.